الجو باقي سخون ومشمش، علاش لا ما نستافدوا شويه من الفيتامين دي، وكذلك وليدات يلعبوا. وكتشوفوا معايا هنا السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل، فلوج جديد ان شاء الله. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا والف مرحبا بكل متتبعين سابرينا، ومعكم سابرينا بيوتي. بالنسبه لنا جداد والله ضافوا، وكذلك اول مره تحتي في هذا لا فيديو، علاش لا. المهم غزالات ديالي، فلوج ديال اليوم متنوع، فلوج جمعت فيه 3 ايام في 13 دقيقه. المهم كتعرفوا مع هاد الاجواء وهاد لو فيروس وهاد الحاله اللي عايشها العالم، بزاف الناس ما سافروش، بزاف الناس ما هرسوش داك الروتين. ما عندنا ما نديرو، غادي نصبرو، خصوصا الناس اللي عندهم وليدات صغار وصعيب عليهم السفر. المهم بقى لينا ايام قليله وغندخلوا على الدخول المدرسي، وجات مع اخر نهار في الصيف وكان عيد كبير ميموريال داي، ما كتكونش المدرسه الخدمه، وجات الويكاند هكا الجمعه والسبت والحد، لهذا حاولنا نستغلوها باش نبداو بها نفس جديد وسنه دراسيه جديده. الله يدخلها بالصحه ان شاء الله على الوليدات، وبالنجاح وبالتوفيق، وكذلك الصبر لينا احنا الامهات. المهم غزالات ديالي ما نطولش عليكم، نتمنى هذا الفلوق ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم واحنا جميع ان شاء الله. جينا شويه نديرو الشوبينغ ونشوفو الجديد ونستقبلو فصل جديد. غيدخل عندنا فصل الخريف، كتشوفو الديكوراسيون ديال الهالوين وداكشي، وكذلك السيدات كلهم كتعجبهم هوم جودز، كتجي كترتاحي فيها النفسيه ديالك، كتشوفي هكا المعن الجديد، ماشي ضروري تشري ولكن غير كتبغي انتي تفرجي العوينات ديالك. البنات هوم جودز جبتكم معايا بالنسبه للبنات القدام متتبعاتي، بالنسبه للبنات جداد هو امازون اللي كيجمع لكم كل ما كتحتاجو للبيت من ا تل زد، اي حاجه كتحتاجوها كيكون فيه ماركات عالميه ماركات عاديه. ما كتلقاوش بزاف ديال الحوايج، كتلقاو حاجه من كل حاجه، حيت هي كتكون بحال واحد ديبو ديال الشركات العالميه او لي مارك اللي كتكون عالميه، كيهزو منهم قطع، يعني ما كتلقاوش فيها بزاف ديال الحوايج. واللي كيعجبني فيها الحاجه اللي لقيتيها كتكون اونيك، ما كتكونش عند واحد اخر. المهم استمتعوا معايا، نحاول نوريكم الحوايج الجديد وكذلك الالوان اللي دارجه دابا على الموضه في الديكور، واخا دابا مع هاد المشاكل اللي واقعه في العالم ما كاينش داك الجديد اللي كنا كنتسناو. دابا عندنا الخريف كيحطوا حوايج جداد، معن جداد، ديكورات جداد، ولكن للاسف ليفغيزون انترناسيونال من الدول او هكا منين كيجيبوا هذا الشيء واقفه دابا، كنتسناو ان شاء الله يكون الجديد. المهم نحاول نوريكم معايا ونستمتعوا جميع، علاش لا. الشموع هوم جودز كتلقاو عندها واحد ديبارتمون كبيره ديال الشموع، اللي كيعجبني فيها ان عندها الشموع راقيين، ماشي ضروري الثمن ديالهم غالي، روائح ديالهم زوينه، وحتى ملي كتحطيهم في الديكور كيبانوا زويونين. وحنا دابا هادشي في العالم ديال السوشيال ميديا او التصوير، دائما خصك تركزي على الشموع، الديكورات، دي زاكسيسوار صغيورين كتبدلي بهم، ماشي ضروري تبدلي كلشي، غير دي زاكسيسوار صغار كتحطيهم كتحسي براسك بدلتي لو ستيل. وماشي ضروري الناس اللي في التصوير او في العالم ديال السوشيال ميديا، حتى الناس عاديين، يعني واحد لو كوان كيكون عندك عادي كتحطي فيه غير خديديات جداد او فاز او شي حاجه، كيعطيك واحد المنظر مختلف. وبالنسبه لي جوتي دابا غندخلوا على فصل الشتاء، كنحاول نشوف الا كاين شي جديد عندهم، هادشي غير ديال السنه الماضيه. لي جوتي اللي كتحطوا فوق لي فوتوي، شوفوا هادو بحال شكل اللعاب ديال المغرب، خارجين على الموضه بواحد الطريقه كبيره. عندنا في امريكا بزاف ديال الديزاين الكبار اعتمدوا على هاد لو ستيل هذا اللي كان عندنا حنا في اللعبانه ديالنا في المغرب في الجنوب، او هكا داك لو ستيل هكا خطوطه كحلين او في الالوان، خارج على الموضه. الفلوق ديال اليوم حاولت ناخذ المقاطع اللي غتستمتعوا فيهم، فيه بزاف ديال الحوايج الشوبينغ الجديد، بزاف بزاف بزاف. نتمنى تستمتعوا معايا في هذا الفلوق وتفرجوا فيه حتى الاخر. تعرفوا دابا الاواخر ديال الصيف وبدايه الخريف، خاصكم تعتنيوا بالبشره وبالشعر ديالكم البنات ضروري. انا وقفت هنا في وومارت بحال سوبر مارشي، هاد لا مارك سيتافيل او سيراف، هاد الماركه معروفه بالجوده ديالها وكذلك طبيعيه اورغانيك، وعندها واحد ديبارتمون كبيره
هي راه ماشي جديده، راه قديمه، راه اكثر من 15 سنه انا كنت باقه في المغرب وكنت عارفه هاد الماركه، يعني العائله ديالي اللي في امريكا كانوا كيجيبوها، زوينه بزاف وكل مره كتدارج مع الوقت. دابا بحال دابا لي تونيك كناكدوا عليهم في السكين كير، التونيك ديال الوجه ضروري، الكريمات المرطبه كذلك، الكريمات اللي فيهم الاس بي اف وضروري من الاس بي اف، وكذلك وقفت عند سانتيفز، كتعرفوا على سانتيفز كنهضر عليه بزاف، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف فيديو مفصل على هاد الماركه، الحوايج اللي فيها زوينين باش هاد الفيديو ما يجيش طويل. المهم كتعرفوا السكين كير ضروري البنات، كل مره كاينه ماركه جديده وماشي ضروري هذيك الماركه راه غتلائمنا، سواء يعني واش الثمن ديالها ولا معروفه في لو مارشي، كل واحد والبشره ديالو، وكاين حوايج اللي بساط كيلائمونا وكاين حوايج اللي كيضروا لنا البشره. لهذا دائما قراو باش مصاوبه الماركه لي زانغريدون ديالها باش تعرفوا واش فيها شي حوايج اللي عندكم حساسيه منها اولا لا. وبالنسبه البايوغي ولا بيوغي اللي حتى هي زوينه والديبارتمون ديالها كبيره بزاف، ودابا الناس كلهم عندهم مشكل ديال مسام واسعه، مشكل ديال الحبوب، مشكل ديال البشره دهنيه منطقه تي، ننصحكم بهاد لا مارك، الثمن ديالها مناسب، كتقاوها في لي سوبر مارشي، وكذلك النتيجه ديالها فعاله البنات. وبالنسبه للضفيرات دابا مع هادشي ديال التصوير كتصبغي كتصلي خصك تبقاي تحيدي، مناسبات كيجيوك على غفله ما كتقدريش تمشي للصالون بزاف، ها الحل ديالك، ديبارتمون كبيره عند كيس كتقاوها في وولمارت وبزاف ديال البلايص في لي سوبر مارشي. وبالنسبه لهاد الصبايغ، هاد الانواع ديال الصبايغ، الناس اللي عندهم مشكل في الضفيرات ديالهم دغيا كيتهرسوا ليهم ما كيطوالوش دغيا، تاثيرات ديال الجو او نقص في البيوتين هضرت عليها في فيديوهات سابقه، نخليها لكم في صندوق الوصف، زوينه بزاف، وانا جربت هاد الخضره لاقت ليا بايديا، عجبتني في الضفيرات ديالي دغيا كيطوالوا. الغروب الرومانسية، بقيت تقريبا واحد ساعة ونص باش ينزل الغروب، المهم نحاولوا نستافدوا من الجو. البحر شكون اللي ما كيعجبوش البحر؟ وسبحان الله البحر في اي وقت في السنة زوين، سواء في الربيع او في الخريف او في الصيف زوين بزاف وهادئ، خصوصا هكا في المساء كيكون داك الجو والشمس كتبدا تغرب وهذاك اللون كيطيح في البحر، الرومانسية واللون البرتقالي في السماء. ما فوالا حاولنا غير نخرجوا الوليدات شويه هكا في العشيه، وكذلك حتى حنا ناخذ واحد النفس عميق. لومبرانج جبتكم معايا قبل، البورد وولك هكا كتقدري تمشاي بغيتي تاكلي او تاخدي غير حوايج خفيفه بحال الايس كريم ولا شي حاجه. المهم حاولنا غير نبدلو الجو، وكانت واحد الصدمه وقعت لينا، ما شاء الله الحمد لله كتمشي غير فاش مشاك الله وصافي هادشي اللي كاين. يقولوا كتمشي فاش مشاك الله. المهم كنا غادي وحنا نسمع واحد بوم شعره زاد ماما، غير مشكله في الرويضه والليل هذا خصنا نحاولوا نقادوها ان شاء الله، هادشي ما كان كيف ما كيقولوا الحديد ماليه امان، غاديين بخير وسلام راجعين لدارنا، حتى تفرقعات الرويضه مزيانه مقاده كلشي تدارت بوم والليل الحمد لله وصافي. الله يلطف الله يلطف مع هاد الاجواء، وليتي اي حاجه كتقبلها وصافي. صباح النور عليكم ونهار جديد، يوم تاني معايا وفلوغ تاني ان شاء الله، حاولنا نفيقوا الصباح يوم جديد ان شاء الله ونخرجوا كذلك ونبداو النهار كيف ما داز احنا جميع. اليوم جيت بحر جديد أزبري بارك، بعد من هذاك اللي صورت معاكم قبل يعني بعشرة ديال الدقائق 11 دقيقة بالنسبة لبنات نيو جيرزي، حتى هو زوين، فيه لي زوتيل على الماء، فيه المقاهي، فيه البلاصة ديال الألعاب والوليدات. ما جيناش في الحقيقة ناويين باش نعومو، جينا غير باش نتمشاو شوية ونبدلو الجو وصافي. واخا البارح طرات لينا مشكلة في الطوموبيل، ماشي مشكل، اللي بغى لينا الله راه غتوصلك غتوصلك، راه تكوني في الدار وتوقع لك شي حاجة، القضاء والقدر، المهم نعيشو لو مومون اش غنديرو. حضرت راسي واحد خريجه عائليه عشاء عائلي،
ولكن للاسف انني بغيت نصور لكم واحد تيتوريال ميك اب اللي خفيف وسهل للمبتدئه والزعماء اللي واعره، وكذلك واحد لفه حجاب، ولكن وقعت لي واحد الصدمه حتى لاخر لحظه. تريباد اللي كنشد بها التليفون تهرست ليا، ما عرفتش عرفنا واي تهرست. ما شاء الله ماشي مشكل، يلاه كومونديت وحده. كنوعدكم فيديو غادي يكون فيه تيتوريال ميك اب، وغادي نخلي لكم بالنسبه للبنات جداد في صندوق الوصف واحد الفيديو فيه ميك اب خفيف، وكذلك اللفه ديال الحجاب اللي كتعجبكم اللي كنديرها، وان شاء الله نتمنى تدخلوا وتشوفوا لا فيديو وحنا جميع ان شاء الله. شهيت اكل عربي حلال، جينا عند سحاره حيت هي اللي قريبه ليا للدار، وكذلك بالنسبه للوليدات في السواق كانوا عيانين، يعني بغينا غير شي حاجه اللي قريبه باش دغيا نرجعوا يقدروا ينعسوا مرتاحين. سحاره زوينه البنات، عائليه وعندهم المنيو مختلف، كذلك الناس اللي كيبغيو هكا اكل عربي ولكن ما يكونوش العطريه مجحده ديال العرب، حيت هنا كيجيو عندو الامريكان اكثر. كنصحكم بسحاره، غنخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف. عندهم داكشي مميز. واو جا وقت ديال سكان كير. هاد الماسك ديال لا مارك غلام غلو زوين بزاف، كينقي لكم البشره بعمق، كنصحكم به حتى هو. ايوا البلاطو كلشي على البلاطو الشميعات. المهم البنات قبيله شفتو معايا ملي كنت فورمات كنت هضرت لكم على لا مارك سانتيرس ياك، وما يعني هضرتش مفصلا وداكشي، هادشي علاش بالنسبه لهاد لا مارك هضرت عليها، وغادي نخليها لكم صندوق الوصف كيف ما قلت لكم. هضرت عليها واحد الفيديو مفصل، ومن احسن يعني لي سكراب المقشرات اللي كتقدروا ديروا بهم تنظيف البشره بعمق، واي مشاكل ديال البشره غادي تدخلوا عندي في صندوق الوصف باش ما يجيش هذا الفيديو طويل، وتفرجوا كذلك في هذاك الفيديو مفصل يعني المقشرات لي كريم ايدغاتون ديالها الماركه ككل، وشنو الحوايج اللي فيها زوينين وشنو الحوايج اللي كضر فيهم البشره، وخصكم ديروهم بطريقه صحيحه باش ما يجيش الفيديو طويل. هادشي علاش ما هضرتش عليهم. وبالنسبه لا مارك دي اورديناري اللي كنهضر عليها بزاف، حتى هي مخليه لكم فيديو ديالها تو زعما ما طويلش، فيه واحد 8 دقائق ولكن مفصل باش مكونه وكلشي. انا كيعجبني هاد التونيك ديالها، كيعجبني اللي كيعجبني فيه انه كتقدر ديرو جميع انواع البشره، وكذلك كيعطي واحد النتيجه زوينه، كيدير واحد تنظيف سطحي البشره، وكيعطي واحد البشره كتبقى نضره وصحيه. وبالنسبه للهيرونيك البنات، الهيرونيك راكم شفتو دابا وليتو كتلقاو بزاف ديال الحوايج، ماشي غير في السكين كير، يعني ماشي غير في العنايه في البشره، وليتو كتلقاوه حتى في الكريمات حتى في المكياج. والهيرونيك هو ماده لزجه اللي كتحارب لكم التجاعيد، وكتحاول تخلي لكم يعني البشره صحيه نضره، واللي زوين فيه انه كيرطب لكم بشره. الناس اللي عندهم مشكل ديال البشره الجافه خاصكم تعاونوا راسكم بلي سيروم اللي فيهم الهيالونيك ولا لي كريم اللي فيهم الهيالونيك. في صندوق الوصف لو ليان اللي هضرت عليه في هذه الماركه، عندها بزاف ديال الحوايج زوينين وكذلك حوايج اللي كتقدر دير لكم نتيجه سلبيه. المهم غزالات ديالي غادي نسد الفلوق هنايا باش ما يجيش طويل. نتمنى هذا الفلوق ديال اليوم استمتعتوا معايا، وحاولت نوريكم بزاف ديال الحوايج، ماشي ضروري انك خصك تسافري وخصك ديري باش تغيري الجو، حوايج بساط ولكن كتحسي براسك انك سافرتي في نفس النهار. المهم نتمنى دائما تشجعوني باللايكات ديالكم، وكذلك تعطوني رايكم في الفيديوهات وشنو الانواع ديال لي فيديو اللي تبغيو تشوفوا مستقبلا. كنبغيكم كاملين والله يصبحكم على خير الى شفتوا هذا الفيديو بالليل.